اهلا بيكم فيديو جديد من 5 minute practice. معكم خالد محي الدين، والنهارده هنتكلم عن بدايه chapter 1 في الكتاب بتاعنا practical statistics for data scientists. اول حاجه النهارده هنتكلم عنها هي انواع الداتا اللي عندي، انواع البيانات عامله ازاي. بدون كلام كتير يلا بينا. بص يا سيدي، اول حاجه معانا الداتا اصلا دي بتيجي منين. انا بيبقى عندي بيانات كده من الهواء وخلاص؟ لا طبعا، انا البيانات دي بتبدا تيجي من عندي من كذا مصدر. مثلا ممكن تيجي من سنسورز، سنسور بيقرا حاجه معينه، ممكن تيجي من صور، ممكن تيجي من فيديوز، ممكن تبقى الداتا دي عباره عن ايفنتس حاصله معينه بشكل معين، ماوس كليكس مثلا في ابلكيشن في موبايل في ديسكتوب، مش عارف ايه، حاجات كتير قوي ممكن تكون مصدر للداتا بتاعتك. والداتا دي في الحقيقه بتيجي كلها كده بشكل ملخبط وعشوائي وانستراكتشرد، يعني الداتا دي مش مترتبه. في الكتاب ده احنا هنتعامل مع الاستراكتشرد داتا، اللي هي الداتا بعد ما ترتبت وبقى ليها شكل منظم نقدر نتعامل معاه. مبدئيا كده الداتا عندي بتكون موجوده في شكل ريكتانجلر داتا. ريكتانجلر داتا دي جايه من اسمها شكل مربع. مربع دي يعني ايه؟ يعني تقريبا كده تقدر تقول في جدول، موجوده عندك في جدول، او الجدول ده زي مثلا شيت الاكسل، وبنسميها داتا فريم. داتا فريمز دي عباره عن ايه؟ زي شيت الاكسل كده بالظبط، عباره عن روز، صفوف وكولومز، اعمده. عندنا حاجه اسمها نون ريكتانجلر داتا، ودي انواع كتير، زي مثلا التايم سيريز او السبيشال داتا ستراكشرز اللي هي لوكيشنز مثلا وكده، او جرافز مثلا. دي كلها داتا برضو، بس مش هي دي اللي انا هتعامل معاها في الكتاب ده. لو انت عايز تقرا عنها اكتر او تفهم اكتر ايه انواع النون ريكتانجلر داتا دي، تقدر تسيرش عنها براحتك. ده الفيديو ده باختصار. الفيديو الجاي هنتكلم عن الداتا تايبس. ما تنساش تسيب لنا كومنت وتقول لنا رايك في الفيديوز، او لو عندك اي افكار تشيرها معانا يبقى حاجه جميله جدا. وبس كده، سلام.